خوت مرحبا بكم. دابا خرجنا للشارع الوجدي باش نسولوا الوجادة، هذا غادي يكون الجزء الثاني ان شاء الله، باش نسولوا الوجادة كيفاش كيدوزوا راس العام. كيفاش كيدوزوا عيد الحب؟ تفني مع راس العام، كيفاش كيدوزوا عيد الحب؟ واش كيدوزوه؟ واش لا؟ واش سمو كيكون في هذا عيد الحب هذا؟ يلا هنايا. السلام عليكم. السلام عليكم سيمو. السلام عليكم سيمو. مزيان شوفوا هذاك شويه عند الصديق ديالك. حنا كنفيلميو دابا، بغيت نسولكم يعني انتم وجادة بعدا شي وجادة، بغيت نسولكم على كنقراو في جامعة بلد الأول في وجدة. مليح الله يسلمك. طيب قول لي، بغيت نسولكم على كيفاش كدوزوا عيد 14 فبراير. بدا به انت. انا تبدا به. واه زيد عندي شوية زيد. انا عيد الحب، عيد الحب كنوجد له سيمانه قبل، رعواني مع الحب انا. يعني كتعشق ان كيلوز ان كوليزي مع الحب. شنو كدير في الحب؟ يعني كتعيط للجرتونه وكذا؟ كنعيط للجرتونه، كنضرب انا وياها دوران، ما كنريضوش. شنو 14 فبراير ديال الدوران والحب، ما كنريضوش. ان كيلو ان كوليزي صح. لا لا داك الشيء ديال الحب تبازلها. لا عندناش مع داك الشيء ديال الحب. انت بارد دابا من داك الشيء؟ لا انا والجرتونه ديالي كنخرجوا نعماسي، داكشي كتغزلني، كندير انا وياها، كنعيش انا وياها الحب اللحظه، كنعيشوا اللحظه تاع 14 فبراير. راك تلاقيتني في الصوف لابس الحمر. انا كنوجد. علاش دابا راك لابس الحمر؟ انا كنوجد. انا قلت لك كنكولي الكوليز صح، انا مريض على الحب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايليا فروم مالي سينيغال. انتم اللي كنتوا الفراعنه، انتم اللي المصريين جايين كوب دافريك. اي كوب دافريك. كاس افريقيا انتم اللي ديتوه. بغيت نسولكم اللي كيفاش كيتي فيه؟ اللي ان كيستي كيفاش كيتي فيكم؟ كيفاش كيتي فيه ايسي؟ وي جيتي ميسيو. اللي كيفاش كيتي فيه 14 فيفري 14 فيفري؟ 14 فيفري الحب. عيد الحب. عيد الحب. نعم. كيفاش كيتي فيه مور؟ ميسيو؟ 14 فيفري سي لو سي فرونتي كوم تي لادي سي لو فيت دي زامور. إلي كولور الكولور عيد الحب كولور روج نوار. روج نوار. روج نوار. نوار. مي مي اون لو فيت با باسكو بون. يعني الكلمة اللي تقولوا كيفاش نقولوا كيعطيونا الكلمة؟ علموا علموا. صافي. إلي فوا كيسك تي في لو بريزونطاسيون أبخي تي لو فيو لو سان جا لو فو إلي في كومونسي فيان موسيو. إي جو كومبران. فاكي فاكي. إي سيكو نو. دوني موا فاكي فاكي. ياك شوال انا انسان مريض بالحب. دابا قول واش مريض بالحب ولا عنيبه رجله؟ لا ما كنعنبش. انا عندي جرتي ولا حنا كنعيشوا ونبغيك وكذا منا. ذكرى بيان سيغ. هذاك هو الحب. هذاك يا عنيبه. لا ماشي عنيبه، هذاك راه كتغازل الحبيبه ديالك كتبدل انت وياها. وبصراحه والله ولا داير غير وحده؟ لا انا مع سيريو، انا انسان سيريو. علاش كنقول لك انكوليزي بالحب؟ فيني انسان سيريو مع واحد الشخص صافي. يعني ماشي مولينكس انت؟ لا لا ما عنديش مع داك الشيء ديال شي كلمه. صغار شي كلمه بغيت توجهها؟ اشوف الرجال يحيوا الرجال اللي في العشق ما ندلوش دلي بها صباحا ومساء، وعيشوا الحب. الحب راه كيتعاش مره واحده في الحياه، و14 فبراير ركز لي لبس لي الحمر وجرت ولا جابك الكادو او ياك دير كادو نتايا خصك تكون فقير ديما تدعي بالفقر باش دير كادويات وكذا. لا انا كيجيبوا لي كادويات. هي كتجيب لك؟ هي كتجيب لي وانا هي كتحبني وانا كنحبها وانا حازق طايح ما عنديش. قال بالله انا عايش غير بالراميض. باش عايش باش؟ بالراميض. انا لابس غير احمر. كومبران فرنسي كومبران انا نو خليها تصور. موا نو فرونسي عربي الفصحى. العربي الفصحى. نعم نعم سيدي. ما اسمك؟ مصطفى. ها مصطفى اسمك في السنغال؟ مصطفى. مصطفى نعم. يعني مسلم اسمه الحقيقي مصطفى. اشهد ان لا اله الا الله ومحمد رسول الله. هذا سلموا الباب اليوم. السنغال كامل مسلمين ولا يعني مسلمين؟ قال سادي ماني 95% 95% من السنغال مسلمون. مسلمون. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. هل تدرسون هنا؟ جئتم من السنغال لتدرسوا في جامعة وجدة؟ نعم جئنا من السنغال لندرس هنا في جامعة وجدة. يعني لماذا اخترتم هذه الجامعة بالضبط؟ لماذا من غيرها من الجامعات؟ أنا أعرف الجامعات القرويين في فاس هي المشهورة في المغرب.
لماذا لم تأتوا إليها؟ واز جاك طيب كتشريها باش أنا ما كان عندي ما عنديش مؤهلات نتاع 14 فبراير كنقول لها خصك تأهل يعني هي كتميزين هي ضروري خصها تكون تموت معاك ربا وقلبا ربا وقلبا شكون ربا؟ أي أنا كشي فهمت؟ يا كجمة السيمو أنت يا زيد لعندي واحد شوية باش صافي خاتم أنت نفس السؤال كيفاش تدوز عيد الحب؟ بالنسبة ل يعني عيد الحب أنا من وجهة نظري كنختلف مع الصديق ديالي كتختلف؟ كنختلف معاه أما كان ما نحتفلش به بتاتا لأن النظرة ديالنا للحب يعني ماشي بالضرورة أنه يكون عيد ولا ما يعني كما كنت تعرفش به تنهار 14 فبراير كتعطيها للناس وصافي 14 فبراير كيوم عادي يعني ما عنديش بعدا لان الانسان كنظن ما يحتاجش يعني يعيد عاد باش انه يعبر على المشاعر ديالو والحب ماشي في الشق ديالو يعني غير السلبي بان ضروري خصو يتعطى البنت ولا صديق يقدر يتعطى الام ديال شو كيبغي الام ديالو ولا الله يحفظك تحياتي شي كلمه توجهها للشباب حنا عندنا تساؤل مع هذا اليوتيوبر هذا ماشي غير هو اللي سولنا سمعنا باش ما نكونوش نتكون متواضع لكن عيننا هنا يعني قبلتم هنا في هذه الجامعه قبلنا هنا نعم اذا ما دروس هنا تحياتي ما صبر بغيت نسولكم واحد السؤال يعني سؤال ديني حافظين القران هل تحفظون كتاب الله؟ ما انا صوره اي صوره تحفظ؟ صوره من؟ في سورة الفاتحة سورة الملك سورة يونس سورة طه سورة التوبة ساجي ترولو حافظين الصغار يعني بوتيت صور هما اللي حافظين انتم تحياتي وكنشكركم على الدقيقة من وقتكم ميرسي بور موا ان مينيت وقتكم كنقولوا لها ميرسي بوكو اونكم ديستونس ديستونس وور وقت لوطون كنشكركم لوطون لوطون ميرسي صافي شكرا شكرا حياكم الله كيفاش نتايا لا الحب حتى نتايا مع 14 فبراير كيسمو كيبان لك في هذا الشيء انا ما كنحتفلش لانني كنخلط انا كنخلط انت عندك مع النساء بزاف وهذه ما كتقولش على الرجوله ديالك مزيان يعني كصديقات كنحسبهم ماشي زعما كحبيبات ولا كذا يعني هما اللي خصهم يجيبوا لي الكادو ماشي بالضبط في عيد الحب زعما خصهم يجيبوا لي كادو تعبيرا على المجهود اللي كندير في المحتوى انت كدير واحد المحتوى وكتبين واحد المحتوى للناس ولكن انت كنسولتك على كيفاش كتشوف النظره ديالك نتا 14 فبراير نهار 14 فبراير هو عيد انا كنشوف مناسبه عيد الحب انا كيبان لي 14 فبراير هو انني نجمع فيه ليفي كيبان لي هو نجمع فيه الصرف دراهم لا لا تبغى بور كولو تبغى بور ساشو مون اسماعيل فيو لو سيل لا والله غير حسيت سيمو تبارك الله عليك كي داير مزيان خويا شو هذاك وجدي نتايا والله الله يحفظك قول لي بغيت نسولك على تمو جدك كيفاش كدوز عيد الحب كما تعرف دابا قربت 17 فبراير خويا واش غادي نقول لك عيد الحب بالنسبه لي انا واحد الفكره يعني كلها وكي كيفكر بها فهمتي حنايا بالنسبه لي انايا كشخص عيد الحب بالنسبه لي لا ما يسوى حتى عندي حتى شي حاجه لحقاش كاين شي صوالح اللي كنسبقوا عيد الحب بحال اش الدوله التعليم الصحه الحق في الشغل فهمت كيفاش الحق في السكن عاد بنادم يقدر عادي يفكر في الحب يعني الحب هو يعني حاجه ثانويه ماشي اساسيه درك الى 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 كنت راني كنحتفل بعيد الحب يعني راك اللي كتحلم اللي كنحلم يعني مجرد حلم انك كتحتفل بعيد واحد الحب ونتايا محروم ابسط الحقوق واو خاصك يعني توفر دوك الحوايج عاد بقى لك هو عادي الا بغى يستمر من بعد الحب ان شاء الله يقدر بنادم يفكر في الحب تكون عنده الحب الوالدي راه كاين عيد الحب ماشي زعما بالنسبه عيد الحب يعني هو كادويات وتمشي عند بنادم انا بالنسبه لي كنقول لك عيد الحب يعني بالنسبه للفتاه يعني تبغي الفتاه تما الحب راه كاين عيد الام راه كنحبوا الحمد لله نحبوا الوالدين ديالنا نحبوا الحمد لله الرسول ديالنا الحمد لله نحبوا الدين ديالنا فهمت كيفاش تحياتي الله يحفظك خيرك بارك الله فيك فاز عليك